تسرع يا شبيب بثلاث الجلال اجراءاتك الان. حريق اشغال تخزيني مستودع كوشوك الزرقاء داخل المنطقه الحره للتاكيد على مندوبك سرعه. الدفاع المدني تبلغ بوجود حريق ضخم داخل احد المستودعات المستخدمه لتخزين الكوشوك في المنطقه الحره بمحافظه الزرقاء. مباشرة فرق الإطفاء في مديرية الدفاع المدني الزرقاء تتحرك باتجاه الموقع، وبإسناد من مديريتي دفاع مدني شرق عمان والمفرق. طبعا كل صنوف الدفاع المدني من إسعاف وإنقاذ وإطفاء موجودة ضمن الفرق اللي تحركت باتجاه مكان الحريق حتى يقدروا يتعاملوا مع الحريق بسرعة وما يكون هناك أي تأخير في السيطرة على الحريق وتقديم الإسعافات للمصابين في حال وجود إصابات لا قدر الله. عند الوصول لموقع الحريق كان الدخان بيغطي المنطقة وبتنتشر بشكل كثيف، ودخول نشامة الدفاع المدني مش سهل وبتطلب حذر شديد وانتباه، خاصة إنه الموقع بيحتوي على مواد سريعة الاشتعال واحتمال يكون في مواد كيماوية قابلة للانفجار. المركبات اللي موجودة بيستخدمها الدفاع المدني مجهزة بأفضل المعدات، وطبيعة المواد المستخدمة تتناسب مع هذا النوع من الحرائق. ومثل ما بنشوف المكان مزدحم بالمعدات والمركبات والآليات والأكشاك اللي بتعيق حركة نشامة الدفاع المدني، ومع هيك بيبذلوا كل جهد ممكن حتى يتمكنوا من السيطرة على الحريق ومن جميع الاتجاهات والمواقع الممكنة. عدد كبير من مرتبات الدفاع المدني وعشرات الآليات العملياتية كانت مشاركة بعملية إخماد الحريق. طبعاً نشامة الدفاع المدني ماخذين حذرهم ومتخذين كل الاحتياطات اللازمة ولابسين كل وسائل الحماية اللي بتمكنهم من التعامل مع الحريق. وبعد جهد كبير تمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع انتشاره إلى المستودعات المجاورة، وبحمد الله لم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح، وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق. دائماً عند أي طارئ أو عند التعرض لأي موقف يهدد أمنك وسلامة المجتمع أو أي سلوكيات سلبية ممكن تشاهدها، لا تتردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 اللي موجود لخدمتنا، وتأكد أنه رح يتم تقديم المساعدة إليك خلال فترة قصيرة وسرعة استجابة عالية من خلال كوادر مديرية الأمن العام بمختلف وحداتها.